رئيس مؤتمر تاني للتحالف الافريقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. المؤتمر دوت بيناقش مشاكل جوهريه في القاره وتحدياتها، وبيناقش الحلول المشتركه اللي ممكن نحققها بحضور اكتر من 80 مشارك من اكتر من 15 دوله افريقيه، وبحضور اكتر من 120 رجل اعمال مصري في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبرعايه كريمه من معالي وزير عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحضور كتير من الزملاء من وزاره تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الهدف من المؤتمر النهارده ان احنا نتواصل نتشارك مع بعض، وده هيبقى بدايه حقيقيه لتواصلنا في افريقيا في الدول المختلفه. موجود معانا وزراء من افريقيا، موجود معانا وزير الاثيوبي، موجود معانا الوزير الجيبوتي، موجود معانا نائب الوزير التنزاني، موجود معانا نائب الوزير من بنين، موجود معانا نائب رئيس تحالف تكنولوجيا المعلومات الدولي، وان شاء الله يبقى موفق المؤتمر ده ويحقق نجاحات كويسه.